في مدربين صعب انك تكسبهم على ملعبهم في بطوله دوري ابطال اوروبا، وانك تفوز عليهم في هذه البطوله وعلى ملعبهم يعتبر تحقيق بطوله، صعبين لدرجه لا تتصوروها يا جماعه. في هذا الفيديو راح استعرض لكم اقل المدربين تلقيا للهزائم في اول 50 مباراه في دوري ابطال اوروبا. ثلاث مدربين لهم تاريخ كبير في هذه البطوله. نبدا بالفيلسوف الاسباني بيب غوارديولا، يلي تلقى في اول 50 مباراه على ملعبه 5 هزائم فقط، والمدرب الاخر لا يقل اهميه عنه وهو السبيشال ون المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، ايضا في اول 50 مباراه على ملعب الانديه التي دربها تلقى 5 هزائم فقط، والمدرب الثالث ايضا نفس عدد الهزائم في اول 50 مباراه تلقاها، وهذا المدرب مشهور بالطريقه الدفاعيه وفريقه صعب جدا على ارضيه ميدانه، وانك تفوز عليه تعتبر تحقيق بطوله، وهو نادي اتلتيكو مدريد بقياده المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني. الان اكتبوا لي بالتعليقات انديه تمكنت من الفوز على هؤلاء المدربين على ملعبهم في دوري ابطال اوروبا، ولا تنسوني من الفولو واللايك والدعم، وتحياتي لكم.